لاستكمال خطوات مسيرة الإعمار التي أطلقتها محافظة صلاح الدين بمختلف القطاعات وعموم أغذية المحافظة، أعلنت الحكومة المحلية عن حملة كبرى لإزالة التجاوزات على الطرق الفرعية والرئيسية بقضاء الدجيل للمباشرة بتعبيدها، داعية المواطنين للتعاون مع اللجان المختصة بالحملة. المزيد مع فاضل الأنصاري. بحضور مدير بلديات صلاح الدين، أعلنت الحكومة المحلية بقضاء الدجيل عن تنفيذ حملة هي الأكبر من نوعها لرفع التجاوزات الحاصلة على الطرق الرئيسية والفرعية بعد إنذار أصحابها، والتي كانت وما زالت عثرة في تطوير البنية التحتية للمدينة. هنالك حملة واسعة لرفع التجاوزات برئاسة السيد قائم مقام القضاء رئيس لجنة رفع التجاوزات في القضاء. توجيهات السيد المحافظ في عموم المحافظة بالمتابعة الجدية والمستمرة لجميع مشاريع المحافظة، وهنالك تقدم واضح ونسب إنجاز متقدمة على جميع مشاريع قطاع البلديات. تم تشكيل لجنة لرفع التجاوزات، وتم تشكيل لجنة من كافة دوائر قضاء الدجيل، حيث باشرت اللجنة برفع التجاوزات في حي الجمعية وحي زويدات، حيث هناك مشروع حيوي وذلك ترصيف وتأهيل الطرق الرئيسية والفرعية في هذه الأحياء. لذلك لاحظنا هناك تجاوب من السادة المواطنين، وذلك نهيب بالسادة المواطنين التعاون معنا برفع التجاوزات، وذلك خدمة لقضاء الدجيل حيث تظهر بجمالية جيدة. فيما أكد القائمون على الحملة بأنها مستمرة لإزالة جميع التجاوزات الحاصلة على الممتلكات العامة، فضلا عن كونها ظاهرة سلبية اتسعت بجميع مناطق القضاء، حان الوقت لإنهاء هذه الظاهرة وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المنفذة التي تجد صعوبات في تنفيذ المشاريع بسبب التجاوزات. بدأت من خلال أسبوع بلجنة مشكلة من قائم مقامية قضاء الدجيل وبلدية الدجيل وملاحظية التسجيل العقاري لرفع كافة التجاوزات الحاصلة في أحياء القضاء، تمهيدا للمشروع لترصف أرصفة وتبليط الأحياء لظهور الدجيل أجمع، وذلك بالتوجيهات من السيد المحافظ صلاح الدين والمتابعة المستمرة من قائم مقام قضاء الدجيل. ونشكر المواطنين لتعاونهم لرفع التجاوز. قامت شركة شمس الشرق للمقاولات العامة المحدودة بمديرها المفوض حسين علي الصالح بتأهية محلة 207 و208، وهذه المحلة تشمل الأرصفة والسواقي والكربستون، ولكن لاقتنا في هذه المحلة في الجمعية الأولى والثانية تجاوزات كثيرة، فنهيب بالأخوة المواطنين التعاون مع الشركة لأن هذا تأثر على سير العمل في هذه المحلات، وندعوهم مرة أخرى للمساعدة مساعدة الشركة وكوادرها الفنية والهندسية. حملة كبرى قادتها الحكومة المحلية بالتعاون مع الجهات الساندة للقضاء على آفة التجاوزات التي أثرت على جمالية المدينة. لقناة صلاح الدين الفضائية، فاضل الأنصاري، قضاء دجيل.